بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب، تكملة للتجربة الثانية Simple Input Output and 7 Segment Display، الخطوة الرابعة. إذا تلاحظون يطلب منكم في الخطوة عداد يعد من الصفر إلى الإف مستمر، يعني من يصل الإف يرجع على الصفر مرت الأخ ويعرض القيمة على 7 Segment Display. تنفيذ البرنامج راح تشوفونه هون يمنا. شوفوا تنفيذ العداد على 7 segment display الى الاف، يرجع مرتلخ صفر ويستمر to infinity.